أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا لم يكن للإمام سكتات أثناء قراءته الجهرية إذا يقول أحسن الله إليكم: إذا لم يكن للإمام سكتات أثناء قراءته الجهرية ولم أستطع قراءة الفاتحة، فهل أقرأ الفاتحة وهو يقرأ أم أسكت؟ أنصت على الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية نزلت في الصلاة عندما يقرأ الإمام، فتنصت لقراءة الإمام وتكفيك قراءة الإمام، والحمد لله. نعم.